هورد المجون فوق الأسماك هو المقصد الأهم من زيارة الوفد الحكومي النيابي، والذي بين فيه وزير الزراعة العراقية الإخبارية أن التحقيقات الأولية أثبتت عدم وجود أي وباء أو إصابة فيروسية أو بكتيريا، وأن ذلك تم بفعل فاعل ويجب الاقتصاص منه. احنا أخذنا مختبريا يعني طلع دوائر البيطرة وأخذنا نماذج من عندها، الحمد لله ماكو وبائيا واي وباء، يعني شخصنا بعض الحالات، مصادر المي، الاسباب الموجبه اللي حصلت، من المستفيد، التقينا بمستثمر الهور، باللي عاملين بالهور، وان شاء الله النتائج قريبا جدا حتظهر يعني. واعيدها مره ثانيه اقول، رغم ان في السفله سيصدر العراق المنتوجات يعني، وافتهموها لها يعني. بدوره قال رئيس اللجنة الزراعية البرلمانية سلام الشمري، تقف وراء حادث نفوق الأسماك أياد خفية تستهدف الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وهو بالثابت إحدى صور الإرهاب والذي يجب الوقوف أمامه بحزم لإفشاله. هذه الأسماك تم إبادتها بفعل فاعل، هناك أيادي خارجية وداخلية تريد المساس بالأمن الغذائي للمواطن العراقي، وهذا عمل مشين ويعد هذا عمل إرهابي من نوع جديد، حيث الإرهاب كان يفجر ويقتل في السابق، اليوم الإرهاب لبس وجها جديدا لضرب الاقتصاد العراقي والمساس بالأمن الغذائي للمواطن العراقي. الحكومة المحلية والدوائر المختصة بالمحافظة اتخذت الإجراءات المطلوبة، ومنها تجديد الحماية الأمنية لتأمين الثروة السمكية في هور الدلمج، ومنع كل أشكال الصيد الجائر فيه، ومعاقبة المخالفين لذلك. سوف يكون هناك تجديد على الإجراءات الأمنية والتجديد على إجراءات التحقيق لمعرفة الفعل الفاعل، وإن شاء الله قريبا ستظهر النتائج. المساحات مفتوحة وغير مسيطرة عليها في الوقت الحالي، لذلك تكثر عمليات الصيد بالسموم والصيد بالكهرباء وبأنواع أخرى، لذلك نطالب الجهات الأمنية بتعزيز تواجدها بتلك المناطق للقضاء على هذه الظاهرة. من الديوانية فرحان مراد، قناة العراقية الإخبارية.